رايت لوب وادي ليفت لوب اهو. ده الايه فالس فورمين ليجامنت. وهنا ده الايه برضو بقيت فالس فورم. وفي الفلور بتاعته هتلاقي ليجامنت امتيرز. المهم هنجيب هنا كده البوستيرور سيرفس. عندي ده الايه ليفت لوب اهو صح فيشر فور ايه نفس الكلام ليجامنت امبلونه. ده الايه كوديت لوب هيديني ايه اللي هو رايت نايت رايت. ده اللي هو الايه كوديت بروسيس. وهنا ايه بابيلاري. دقيقتين اخلصه لسه يعني يعني انا فاضل الجروب ده اخر سنين بس اوكي. ده اللي بديت بروسيس اهو وده بمرن. بس ده كده كده اهو انا اللي ورايا يا جماعه هوريهم لحظه. ده اللي في الجو ده الفشر في اللوجنتر بول. ده بديت اللي ناحيتي كده ده الايه ودي البروسيس. وهنا ده الايه البابيلاري بروسيس مش كده. ده الانفيريو فينا كافا. دي كده الايه البير اريا. ده كده البستيرور خلاص كده اللي ورايا بقى. بصوا يا جماعه اهو ده ليفت لو صح. ده ايه شوف فور ايه ده جامد كان فلوس. بعد كده ده كوديت ايه لو. عندك اثنين بروسيس ادي زي ده هي الناحيه دي كده كوديت بروسيس وده ايه بابيلاري بروسيس. وهنا ده الفير فينا كافا ودي ايه البير اريا. ماشي نيجي بقى على الانفير سيرفس اللي ورايا كده. بصوا معايا طبعا ده الليفت وده الكوادريت صح ودي البول بلاد. ناخد بقى عندك هنا يبقى ايه سوجيال هنا جاستريك الحته اللي فاتت دي تيوبر ميكال اهي كوادريت بقى ترانسفيرس كول بايلوري ديدرال جانكشن لسر اومنت. يكمل هنا ايه رايت كولوك فليكشن. يكمل هنا سكند بار. يكمل هنا رينال. هنا ايه سوبر رينال. طب نخلص البورت هيباتس برضه عشان ما ارجعلكمش تاني. البورت هيباتس هي دي البوستيرور. ده مين البورت الفين اللي قدامه الحاجات دي كده دي الار الهيباتيك ارتري ببرانشات. مال اللي هنا ايه اسمه الهيباتيك ارتري اللي هنا دي على بعضها كده الكومن بايل عباره عن ايه عباره عن سيستك مع مين مع كومن هيباتيك. بصوا الناحيه دي كده دكاتره ده اللي في تلوبه. يبقى هنا كده عندي مين سوشيال ده كده جاستريك الحته اللي فاتت دي مين تيوبر اومنتال. عندك هنا بقى ايه ترانسفيرس كولون بايلورو ديودرال جانكشن. بعد كده ايه لسر اومنتال ترانسفيرس كولون. يجي لي هنا يديني ايه رايت كوليك فليكشن. هنا سكند بارت بتاع ديودر. هنا رينا. هنا ايه سوبرا رينا. البورتا هيبات اخر حاجه ايه بورتا الفين. بعد كده الحاجات دي اللي هي الهباتك ايه ارتري وده اللي هو كمان ايه بايل عباره عن السيستك هي اللي طالعه من دي مع الكومن هيباتك تديني ايه كومن بايل مش كده البير اريا. ده يا جماعه كده هنا كده اللي جمنتم ايه تيرس وده كده بقيت الفالس فلور. هنا يعني هو بيبقى في الفلور بتاعته ماشي. بصوا هنا اخر ناس بقى ده اللي في تلوبه. لو جيت لك هنا كده يبقى ده اسوفجيال ايه امبريشن. ده كده جاستريك الحته اللي فيت دي كده تيوبر مينتال. بعد كده الكوادريت بقى عندك هنا ايه ترانسفيرس كولون. هنا بايلور ديودنال جانكشن. وهنا ايه ليسر مومنتوم. عندي بعد كده ده اللي هو الايه رايت كوليك فليكشر. وهنا الحته دي اللي هو السكند بارت بتاع الديودنال. وهنا الرينال. وهنا الايه السوبرارين مش كده. بعد كده دي عندي اللي هم اللي قدامه دول اللي هو الايه الهيباتيك ارتري اهو برانشات. بعد كده دي الايه كلها بعضها كده الكومن بايل عباره عن سيستك عباره عن ايه الهيباتيك بتديني في الاخر ايه كومن بايل. وده يا جماعه اللي جمالكم ايه تيجز اهو ده دوكمنت الفاسفور بيبقى في الكلور ده ده الفشل بتاعه ده فالس فورم ده. بصي هو كده في الفلور بتاعه الفلور بتاع ده فالس فورم اهو اهو ده كده ده كده فالس فورم ده ماشي فالس فورم اهو يا جماعه اهو نعم. بصي اللي ناحيه الرايت اللي ناحيه الرايت فليت اهو اللي هي فاتت كده كده وده الايه اهو يا جماعه بس كده شيل حاجاتي اهو خدت لهم اهو هتلاقي في حته يعني حته منه حوضه الناحيه دي
كده هيبقى ده الايه اللي هي انا تركه دي البروسيس مال اللي رايح الناحيه دي ده ايه بابلر ماشي البورتاجين اهو البات ارت برانشاتو الكومن هي اللي عباره عن ايه كومن هيباتيك وايه سيستيك دي اللي في اسمها كومن ايه باي ماشي راجع بقى الموديل